السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول أنا من الصومال، وهل نستطيع أن نلعب كرة مع الصحابة؟ والله يا إخواننا الكرام، أنا عايز أقول لكم الكواليس اللي بتحصل قبل تسجيل الفيديو. أنا بقعد يعني فترة كبيرة أضحك، وعشان أقدر أتماسك نفسي عشان خاطر أقدر أرد على السؤال، وبرضه ما بقدرش أمسك نفسي في الإجابة. والله العظيم الواحد يعني عاوز تلعب كرة مع الصحابة، طب افرض الصحابة مش عاوزين يلعبوا كرة، هتلعبهم معاك بالعافية؟ يعني قول العب مع اصحابي مثلا، اعمل فريق كرة والعب، بحب الكرة. يعني افرض الصحابة مش عاوزين يلعبوا كرة معاك يا اخي، يعني ده سؤال غريب. ربنا سبحانه وتعالى قال لكم فيها ما تشتهي انفسكم. ابقى اعمل فريق انت مع الولدان المخلدون معاك في الجنة، ويلعبوا كرة براحتكم. بس افرض الصحابة مش عاوزين يلعبوا كرة، يعني حرام عليك، ارحمني ارحمني.